صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: وجدت كلاما لأحد الأئمة يقول فيه إن المفاخرة بالمعصية التي علم بالضرورة تحريمها إن المفاخرة بالمعصية التي علم بالضرورة تحريمها كافر، لأنه يعد ذلك غنيمة، فهل هذا الكلام صواب؟ أرجو الإفادة. هذا ما هو صواب، لأن ما هو كل المحرمات من استحلها يكون كافرا، هذه المحرمات المجمع على تحريمها، المجمع على تحريمها كالزنا والربا، شرب الخمر، المحرمات المجمع على تحريمها. أما المختلف بين أهل العلم في تحريمها، بعضهم يرى تحريمها وبعضهم يرى أنها مكروهة ليست محرمة، فهذا لا يكفر نظرا للخلاف، يدرى عنه ذلك بشبهة الاختلاف، وربما يكون أنه قلد أو اغتر ببعض أقوال المبيحين أو المتساهلين وظن أنه صحيح، فيقال له هذا مخطئ وهذا عاصي، ولا يقال أنه كافر إلا في أمور أجمع على تحريمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: أيهما أفضل، السلام على الجماعة من بعد أو السلام عليهم مصافحة، لا سيما إذا كانوا أشخاصا كثيرين؟ المصافحة أفضل بلا شك، المصافحة أفضل، لأن المسلمين إذا التقيا وتصافحا تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، المصافحة إذا تيسرت فهي أفضل. وإذا كان الجماعة كثيرين ويشق عليهم يصافح كل واحد منهم أو أنه يحرجهم لأنهم يقومون، فيكفي أنه يسلم عليهم عموما، إذا دخل يسلم عليهم عموما ويكفي هذا. نعم.